مدينة رفح منذ ساعات الصباح تتعرض إلى عمليات على الأطراف الشرقية لهذه المدينة، بدءا من معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، وصولا إلى منطقة صوفا، إلى معبر صوفا أيضا الذي يقع في المنطقة الشرقية ما بين مدينة رفح وخان يونس. هذه المناطق أو هذا الشريط الحدودي يتعرض إلى عمليات قصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية. واحدة من هذه القذائف أصابت الصالة الخارجية لمعبر رفح، مما أدى إلى وقوع يعني دمار في هذه المنطقة وإصابة أحد المواطنين، وهو طفل يعني كان متواجدا داخل الصالة الخارجية لمعبر رفح. وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت مركزا للشرطة في منطقة الشوكة، أو في منطقة تعرف باسم زلاطة في شرق رفح. هاي المنطقة أو هذه المنطقة تم استهداف مركز للشرطة وتم تدميره بالكامل دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. واضح أن القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم بدأ في مدينة رفح، وهو يستهدف المنطقة الحدودية الشرقية بالكامل من يعني الجدار أو من معبر كرم أبو سالم وصولا إلى معبر صوفا. وهذه المنطقتين أو النقطتين هما من المرجح أن يتم إدخال القوات الإسرائيلية منهما في حال نفذت الحكومة الإسرائيلية تهديداتها بالدخول بريا إلى مدينة رفح وتنفيذ عملية عسكرية في هذه المنطقة. لذلك يفسر بأنه ربما يكون هذا القصف المدفعي هو قصف تمهيدي، ربما تمهيدا لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي من الناحية الشرقية، بالإضافة إلى إمكانية دخول مدينة رفح من الناحية الشمالية، بمعنى من المنطقة الجنوبية لخان يونس تأتي الدبابات إلى مدينة رفح. لكن حتى هذه اللحظة لا وجود لدبابات أو لا وجود لتقدم للآليات الإسرائيلية، سواء كان من الناحية الشمالية لمدينة رفح أو من الناحية الشرقية. الأوضاع لازالت على حالها، عمليات القصف المدفعي والجوي متواصل منذ أكثر من أسبوعين، وربما كان يوم أمس أكثر الغارات دموية والتي شنت خلالها إسرائيل أكثر من 50 غارة إسرائيلية، أدى ذلك إلى استشهاد يعني العشرات من المواطنين، 75 شهيدا بالإضافة إلى 250 إصابة، ولا زال عدد من المواطنين في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. تزامنا مع كل ذلك إبراهيم قنن، كيف تبدو حركة النزوح وتحركات الناس؟ هو في الواقع يعني منذ ساعات الصباح اليوم أيضا رأينا عدد من المواطنين ومن العائلات تحزم يعني أمتعتها وتذهب باتجاه مناطق أخرى غير مدينة رفح. سألنا الناس إلى أين الوجهة، قالوا سنذهب إلى أي منطقة آمنة أو نشعر بها بأنها ربما تكون آمنة. جزء من هؤلاء الناس يذهب إلى دير البلح، جزء آخر يذهب إلى النصيرات، جزء آخر يذهب إلى منطقة الزوايدة، وجزء آخر سيحاول أن يجد له موطأ قدم في منطقة المواصي غرب خان يونس، والتي هي ممتلئة بمئات الآلاف من المواطنين الذين نزحوا من مدينة خان يونس ومن غزة وشمالها والمنطقة الشرقية لخان يونس، وجاءوا إلى منطقة المواصي وإلى مدينة رفح. لذلك الوجهة غير معلومة، لكنها بالتأكيد هم يخرجون من مدينة رفح. يعني شهدنا الحركة للمواطنين وبالأمس وأول أمس وخلال الأيام الماضية، ومنذ بدء التهديدات الإسرائيلية وتهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الحرب الإسرائيلي جالانت بالدخول إلى مدينة رفح، بدأت بعض العائلات يعني بالذهاب إلى خارج مدينة رفح. لكن مع الغارة الجوية أو القصف الجوي العنيف الذي حدث ليلة أمس أو أول أمس، بدأ الناس بالخروج من مدينة رفح. في مدينة خان يونس أيضا الأوضاع لا زالت على حالها، القصف الإسرائيلي العنيف ما زال متواصلا حتى هذه اللحظة في محيط مربع ناصر محيط مجمع ناصر الطبي. لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق عدد كبير من المنازل، وألسنة اللهب يعني مشتعلة من هذه المنازل، بالإضافة إلى تدمير مربعات سكنية أيضا في محيط مجمع ناصر وفي منطقة بلوك جي والحاووز، وأيضا بلدة عبسان شرقي خان يونس، حيث
تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بنصب مربعات سكنية وعدد كبير من المنازل في هذه المناطق. الاشتباكات لا زالت متواصلة، لكن الأخطر هو ما حدث اليوم في مجمع ناصر الطبي عبر الآليات الإسرائيلية التي قامت بمخاطبة كل النازحين داخل مجمع ناصر الطبي والطلب منهم بالخروج من داخل هذا المجمع على الفور. ثم جاءت طائرات كواد كابتر أيضا تقوم بالنداء على النازحين في داخل مجمع ناصر الطبي، وأخبرتهم بضرورة مغادرة مجمع ناصر الطبي على الفور والاتجاه باتجاه الشرق، وهي المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بجعل الناس يذهبون شرقا وليس غربا إلى منطقة المواصي، وإنما إلى مركز المدينة ومنه إلى منطقة الأوروبي شرقي خان يونس. هذا الوضع يعني يثير حالة من التساؤلات، هل بعد إخلاء الناس والمواطنين من مجمع ناصر الطبي سيتم اقتحام هذا المستشفى والدخول إليه كما حدث مع مجمع الشفاء الطبي بعد عمليات التجريف في محيط مجمع ناصر وتجريف السور الشمالي بالكامل وتدميره، بالإضافة إلى تدمير الطريق الرئيسي لمدينة خان يونس؟ يعني الأوضاع حتى الآن ضبابية لكنها مخيفة ومقلقة للغاية.